هنعمل وصفتين النهاردة، هنعمل سلطة سلمون بالأفوكادو وعين الجمل، وهنعمل السلمون بالليمون والروزميري. هنعمل ده الأول، هنبتدي بده. تمام، اختيارنا للسلمون هو ان هو من الاسماك الرهيبه اللي بترفع معانا المناعه، وممتازه للحرق وممتازه للمخ والتركيز، حلوه جدا لكل حاجه. فهو في قائمه رقم واحد، والمكريل كذلك. تمام، فمن الحاجات اللي فعلا بننصح بيها كخبراء تغذيه جدا 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 في الاكل. فخلينا نبتدي نعمل اول وصفه معانا للسلمون اللي بالليمون والروزميري. 3 شرايح سلمون، او العدد اللي انتوا حابينه، يعني لو حد فرد واحد في الاسره يجيب شريحه واحده. عندنا روزميري، عندنا معلقه كبيره ثوم مفروم، ربع كوبايه عصير ليمون، معلقه كبيره زيت، وعندنا كوبايتين كريمه طهي حسب بقى كميه السلمون اللي معانا طبعا، وبابريكا و ملح وفلفل اسود. الكمون للناس اللي بتحبه، بس انا منصحش بيه قوي، بس في ناس بتحبه، ولكن انا منصحش فيه في الوصفه دي. تمام، نشيلها احسن. عندنا بعد كده للتقديم زي ما انتوا حابين بقى، رز سمك، عايزين سلطه، احنا هنعمل سلطه برضو النهارده. طيب، اول حاجه احنا بنحط زيت حلو في الطاسه. مش محتاجين نتبل السلمون خالص، لان السلمون من الاسماك اللي طعمها لوحده يكفي. يعني طعم السلمون معانا هو اصلا طعمه جميل، مش عايزين نغطيه. تمام، فاحنا هنحط الزيت كده، وبعدين بكتيره بنحط على السلمون الملح والفلفل، ده اقصى حاجه. انا بس هلبس جوانتي. السلمون مليان بالأوميجا، الأوميجا ده مهم جدا لغذاء المخ، مهم جدا للقلب، لصحة القلب، مهم جدا لرفع الحرق، مهم جدا السمك ده للعظم، لتكوين العظم. يعني من أهم الحاجات اللي لازم دايما نهتم ناكلها حقيقي. أنا يعني الأسماك بالنسبة لي يعني عن حق، فعلا أنا مش بحب السمك. يعني كتير لما أروح في اسكندرية، يعني كنت لسه في اسكندرية باكله عشان عارفة أنه صحي، بس انا مش بحبه يعني، بس عارفه انه يعني قد ايه مهم للجسم، فلازم اكله، لازم اطلبه عشان عارفه ان هو قد ايه صحي، بس انا شخصيا ما بحبوش كطعم. او يعني السمك ليه ناسه قوي، انا ماليش في السمك قوي، ليه في حاجات تانية كتير. تمام، بس بقول لكم قد ايه اهميته، ان لازم الواحد فعلا ياكله حتى لو مش بيحبه، عشان هو فعلا مهم جدا للجسم. بنبتدي بقى نديله كده تشويحة، وزي ما قلت يدوبك هنحط عليه رشة الملح والفلفل. اللي بقى كده شوف بتغير لونها، ومش بنحتاج ان احنا يعني نسويه قوي، يعني هو يدوبك ياخد التشويحة كده، وبعد كده بننزل نعمل لها صوص وننزل بقى. بتستوي بسيط فيها، بتكمل سوا بسيط فيها. نحط بقى الثوم، ونحط ممكن رشة البابريكا اللي معانا، والروزميري لو حابين تحطوا البابريكا، انا بحب اضيفه لاي حاجة، بيدي لون، ما طعمه مش بيبقى طاغي قوي فبيبقى جميل. ومعانا الروزميري، وعلى طول بنزل في النص بالكريمة اللبان. بنزود الروزميري حسب بقى ايه الرغبة. واخر حاجة بزودها عليه ليمون. انا الكمون في الوصفه دي ما بحبهاش بصراحه، انا شخصيا ما بحبش الكمون فيها خالص، بس كل حد حسب ما يحب طبعا. ممكن تعملوا ايه عشان تعرفوا من غير ما تبوظوا وصفه؟ تاخدوا شويه صوص على جنب كده بعد ما يستوي، بعد ما يغلي غلوه، عشان تاخدوش سمك ني كده على جنب، وترشوا عليه رشه كمون وتدوقوها. عجبتكم تمام، ما عجبتكوش ما تحطوهاش عشان ما تبوظوش الوصفه كلها.
تمام. في الاخر خالص بقى بروح مزوده بقى عليه عصرة الليمون وخلاص كده تتقدم حلوة جدا، بس هي لسه هتاخد غلوة بسيطة. تمام، هنروح بقى احنا لفاصل وهنرجع نعمل مع بعض عايزاكم تشوفوا بقى معايا السلمون خلص وريحته تجنن تجنن، ومش محتاج اكتر من كده، خلاص هيتهري مني فمش محتاج اكتر من كده. هبتدي بقى ان انا اغرفه، وشايفين لونه تحفة ازاي بسبب حاجتين، يا اما تحطوا البابريكا زي ما احنا حطيناها الحمراء بتدي اللون الحلو ده، مش البابريكا الحارة لأ الحلوة، او تحطوا معلقة صغيرة صلصة تعمل اللون ده بيدي لون البينك الفظيع ده. تمام، طيب هبتدي بقى اخد كده عشان هو لو قعد اكتر من كده خلاص هيروح مني يعني يستحملش للتقديم. نحطه كده على بعض، لازم مشويش جدا وبسيط قوي، مش محتاجين زي ما قلت توابل كتير خالص، يعني هو شوية توم وكريمة بقى جميل يعني لوحده، شوية أعشاب عليه بقى أحلى وأحلى، بس كده مش محتاجين أي افتكاسات زيادة خالص. تمام، طيب نبتدي بس نحط شوية من الصوص. بصوا احنا في الحالة دي بقى الليمون ممكن نحطه تاني، تمام نحطه تاني بقى دلوقتي عشان بيتبخر الليمون مننا فيتحط دلوقتي في الاخر خالص، وناخد بقى كده من الصوص تمام. هاخد بقى بقيت الصوص احطه الصوصيره، نحط ده بس كده هنا وننضف. نحط عود الزعتر، وكم شريحة ليمون ممكن، تمام. نحط بقى اخر حاجة الصوص زي ما قلت، صوصير تمام. نروح بقى نحطها هناك جنبها. طيب نبتدي بقى نعمل السلطه، وهقول لكم على الاطعمه اللي بتقوي معانا الذاكره. سلطه السلمون بالافوكادو وعين الجمل، معانا سلمون مدخن، 2 حبه افوكادو مقطعين مكعبات متوسطه، كابوتشي مقطع او اوراق خاص زي ما تحبوا، اوراق جرجير، بصله حمرا متقطعه شرايح رفيعه منقوعه في خل التفاح. عندنا الدريسنج بقى 2 كبار خل بلسمي، 2 كبار مستردة، وتلات معالق كبيرة عصير ليمون، ومعلقة كبيرة عسل أبيض، وربع كوباية زيت زيتون، وربع معلقة صغيرة توم بودرة، وربع معلقة صغيرة كمون. الكمون برضو تاني هنا يعني حسب الرغبة، أنا شخصيا مش بحبه، تمام، وملح وفلفل أسود. طيب وعين جمل للشكل النهائي. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنجيب طبق نرص عليه الحاجة، طبعا مش عايزه اقول لكم كل ده بيرفع المناعه ازاي، بيقوي الذاكره ازاي، من الحاجات الرائعه لتقويه الذاكره وتقويه المناعه. عندنا الافوكادو من الحاجات اللي مليانه دهون، الاوميجا برضو خطيره، يعني لو بصيتوا عند اي ناس بتفهم في التغذيه هتلاقوا اساسي عندهم الافوكادو، مهم جدا على طول بيستخدم الأفوكادو ده، تمام. عندنا كمان الخس، هحطه كده فوق أو ممكن يتحط من تحت زي ما تحبوا، بس بحس اللون الأخضر غامق لو تحت وفوق كده اللون الأفتح أحلى. وهنحط
هنحط كده عليه برضو الأفوكادو، فاتح كده مصفر شوية، بس لازم يكون مستوي صح، له طري قوي وله ناعم قوي، هو اصلا عامل قوامه زي الزبده، لما بيطرى قوي بيبقى عامل زي الزبده بالظبط. عندنا بعد كده البصل، تمام. دلوقتي ده شكل السلطه للتقديم، بس هنعمل حاجه بقى، ان احنا هنعمل الدريسنج بتاعه. انا اخدت شويه من ميه البصل على جنب في بوله، تمام. هحط فيها معلقه من المستردة حسب الكميه، يعني لو عاملين كميه كبيره حطوا بقى كميه كامله، لو عاملين كميه اصغر يبقى قللوا. وخل العنب وزيت الزيتون و بودرة البصل، ليمون ما تكتروش قوي، لو مزودين الخل البلسمي والمستردة لان هي بيبقى فيها خل كتير فما تكتروش. ومعانا بقى العسل وهنحط ملح وفلفل. بكده دريسنج جاهز معانا، نقدر نحطه عند التقديم لما يكون عندنا ضيوف، نحطه عند التقديم مش قبلها عشان ما ايه ما ينزلش ميه. تمام جدا، بس احلى سلطه، مش عايزه اقول لكم على جمالها، جميله جدا جدا. زي ما قلت انا شخصيا مش بحب فيها الكمون، اللي عايز يحط يحط، في ناس كتير مادام بيبقوا عارفين في سمك بيحطوا الكمون تلقائي، فدي حسب الرغبه. احنا كده عملنا مع بعض وصفتين اساسيين لتقويه الذاكره وتقويه المناعه.